ليش هالشكل هذا صار الفارق بين حركة التاريخ الأول إنه كان التاريخ انكتب بجهة والديانات السماوية اللي اجت في جهة، مع العلم إنه في نفس الأرض إبراهيم انولد في بابل والأنبياء كلهم في بابل، أمير المؤمنين يعني خص الأرض هذه، وإحنا نعرف كل من أيضا إنه الله سبحانه وتعالى خص هذه الأرض بأنه تكون عاصمة للدولة الإسلامية اللي تنقذ البشرية، فبيها خصوصيات. بس بالتاريخ إحنا نلقى إنه الحضارات اللي إجت في بابل مفصولة عن حركة الأنبياء. السبب في الحقيقة هو أن القارئ الأول في العصر الحديث للتاريخ العراقي القديم هو الغرب، هم اللي نقبوا في بابل، في سومر، في أور، وراحوا التهوا وفكوا الرموز المسمارية قبل 150 سنة 200 سنة. وبالتالي هؤلاء حينما قرأوا التراث يقرؤون آلهة، يقرؤون أن الإله إياه أخبر أن إياه خالق الإنسان أخبر نوح بالعذاب، طبعا وإلى جنبه أصنام، فهو بالنسبة إلى ما يعنى كان، ما كان يعنى بالبحث عن العقيدة، راح يقول أنه هذا تماما يلتقي مع التوراة، وهو إذا كان يعتقد بالتوراة المفروض يعتقد هاي وثيقة تؤيد التوراة. لذلك القارئ الأول كان نوعين في الغرب، نوع وجد في التراث المسماري تأييدا للتوراة، لأنه أول ما ظهرت الثورة الثقافية بعد الثورة الصناعية بالغرب ومركزها فرنسا، كان التشكيك بالدين، بالكتب الدينية، بقيمة المعلومة التوراتية. فمن ظهرت التنقيبات وفكوا الرموز اكتشفوا أن هذه مؤيدة، لذلك صارت فالحركة نحو الإيمان بالتوراة عجيبة. بعد ذلك صارت عندهم ردة فعل بفعل الفكر الديني الكنسي الذي يحاول أن يحجر تماما، يعني يتبنى، يعني لا يساعد على قبول الاكتشافات الحديثة، مثل غاليليو، يعني حينما اكتشف أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، وكانت الكنيسة تتبنى الجغرافيا القديمة، فرأت فيه نوع من الزندقة، لذلك حكموا عليه بالإعدام. فبالتالي هذا الاتجاه حينما اتحرك ضعفت تلك الحركة تماما، فمن بدأ يتحرك استقرت الحركة الفكرية الغربية لقراءة التراث على الجانب اللي يعرف بالجانب العلماني والإلحادي. هؤلاء جونا صدروا هذه القراءة في عهد الاحتلال الإنجليزي. فإحنا في الحقيقة من زمن الإنجليز ثم الملكية ثم قاسم ثم الأخوين عارف ثم صدام حسين هو القمة في الإيغال، إلا بعدين جاب حركة الحركة الإيمانية تماما، لكن الحركة الإيمانية بعد إيش؟ مبنية على أصول علمانية، مبنية على أصول خاطئة لقراءة التاريخ القديم. وإلا التاريخ القديم كما بيّن تاريخ أنبياء والآثار السومرية، الآثار المسمارية تماما، حينما يقدمها عالم مسلم يقدم يصير المتحف يدعو للإيمان كاملا، لأنه متحف الأنبياء في الحقيقة. فإحنا خططنا لهذا، خططنا لطرح منهج في قبال هذا المنهج، لكن كما تعلمون 4 أجيال 5 أجيال من عمل وزارة التربية والتعليم، واليوم المثقف اللي عمره 80 سنة أو 100 سنة من العراقيين هو متربي على تلك الطريقة، لا يقبل بهذا. لذلك إحنا أذكر سنة 2010 قمنا بمؤتمر دعوت تقريبا 75 أستاذ أكاديمي بمرتبة دكتور وبعضهم أستاذ، وأيضا 3 رؤساء جامعات، رئيس جامعة المثنى ورئيس جامعة القادسية ورئيس جامعة رئيس جامعة بابل، 3 حضرة، 3 أيام المؤتمر. هذا المؤتمر يومي المتحدث بي واحد، لأنه أنا صاحب الطرح، أريد أقدم شيء جديد. فاليوم الأول محاضرتي العراق القديم مهد الأنبياء 3/4 ساعة، والبقية مداخلة 2.5 ساعة مداخلات تماما، ووجدوا هويتهم الحقيقية كما تفضلت الآن. يعني هذا تعليقة الدكتور محمد الشمري، توفي الله يرحمه، كان عميد كلية الآداب في جامعة المستنصرية، والله بالحرف الواحد قال سيدنا احنا يا جماعة، قال ما خاطبني، اللي قال يا جماعة احنا وضعونا في خط
ومن شوف على اليمين وعلى اليسار، كنا عمي الآن أبصرنا الطريق. يعني بصراحة الإنسان يدرس تاريخ العراق القديم معزول عن الأنبياء أعور، تماما أعور، لأنه ينظر إلى طرف واحد ومغيب. فأنا أعبر أنه أقول الفكر الحقيقي عن تاريخ الأنبياء اللي هو فكر يتعلق بالأنبياء غيب تماما في التاريخ القديم.